السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم بخبر عاجل، اول ظهور للشيف سارة عبد السلام بعد شفائها، ويعني ايه خلاص، يعني الحادثة اثرها ما عادتش موجودة. هنشوف هي هتقول ايه وفرحتها عاملة ازاي بعد ما شالت الدمار. بصوا، اقسم بالله ده احلى فيديو في حياتي، احلى فيديو هعمله في حياتي. انا النهارده فكيت الغرز، ماشي؟ انا بس عايزه اوريكم الفيديو ده. على فكره لاي حد في الحياه لازم يشوفه، عشان لو لا قدر الله اي حد اتعرض لاصابه وحشه في وشه في حته باينه قوي، يعرف ان في ناس محترمه. احنا دايما بنشوف بوستات وفيديوهات وحوارات وقصص على البشاعات اللي بيعملوها دكاتره، بس انتوا عارفين انا يعني من مؤيدين الطاقه الايجابيه، فانا قررت انشر العكس، انشر الايجابيات اللي عملوها دكاتره. بصوا يا جماعه، شايفين الحاجه اللي تكاد، انا غسلت وشي بالمناسبه، مفيش اي حاجه، زي مؤهلات وكل اللي انتوا هتبقع عادي، مفيش مشاكل. طبعا انا ما كانش عندي ادنى شك ان انا هيبقى عندي ابشع علامه في اورتي، اهي دي كده الحمراء دي، الحاجه البسيطه اللي لا ترى بالعين المجرده دي. انا كنت خلاص تاقلمت نفسيا على انها علامه هعيش بيها في حياتي، وهنا في جفني، يعني ما اعرفش هي باينه اصلا ولا لا. هو جفني معلش وارم شويه، بس يعني اتمنى انها تكون باينه. الحته دي هي الخياطه اللي في جفني، الحته دي والحته دي كلها كانت خياطه. انا النهارده لما شلنا اللزقه وبصيت في المرايه، انا اقسم بالله عينيا دمعت، عشان انا ما كانش عندي ادنى شك ان انا خلاص عندي علامه في وشي هعيش بيها، وتقبلت ده نفسيا وسستمت نفسي وعملت لكم لايف وقعدت اقول لكم عادي هبقى مذيعه في وشها علامه، وكنت عايشه ايه خلاص ان ده عايش معايا. ف خليكم معايا. ده شكل الإصابة أول ما حصلت. ما كنتش أعرف بصراحة دي حاجة شديدة تستاهل خياطة ولا لا، أنا كنت حاسة إن هي حاجة جامدة، بس برضو ما كنتش أعرف أقيم. وده أول حاجة بنصح بيها، إن ما نفتيش يا جماعة ما دام إحنا مش عارفين حجم الإصابة إيه، حتى لو هي تبدو صغيرة برضو نروح للطوارئ. صديقة عزيزة ليا دكتورة نورة رشحت دكتور بس باسم زكي، اللي أنا شخصيا ما كنتش أعرفه تماما ولا هو يعرفني، وده منظري قبل ما أدخل العملية بالظبط اللي هو عملها لي. هو أخصائي جراحات تجميل، زي ما قلت كده لا أعرفه ولا يعرفني، وهي كان ترشحها بقوة لي. عملنا العملية وخيطنا، وأنا كنت الحقيقة متخيلة أن الموضوع أبسط من كده بكتير، لكن طلع إيه أن لأ، يفضل أن يتاخد إجراء كويس علشان ما يتسابش علامة. كل ده طبعا أنا ما شفتش حاجة، أنا ما أعرفش حتى أنا اتعمل لي كام غرزة، ولا عارفة أبعاد الموضوع ولا أي حاجة. ولحد كل الصور اللي أنتوا شفتوها دي أنا ما شفتش الجرح حتى، كان مقفول عليه. والصور دي من أول مرة فتحنا على الجرح. الإصابة حصلت يوم خميس، وده كان يوم الاثنين اللي بعده على طول. بدأنا نشوف ايه اللي ممكن يتفك، وده منظر اهو الخياطة اول ما شالوا اللزق. كل ده طبعا هتلاقوني مبتسمة ومقبلة على الحياة، عشان انا ما شفتش حاجة، لان انا لما شفت اتنكدت نكد يا ولاد ما اقولكوش، قلت خلاص انا كده بقيت صرم وعلامة في وشها للابد. ما كانش عندي ادنى امل انها مش هتسيب علامة، ومع ذلك يعني قلت ايه نخليها على الله ونشوف كده ايه اللي هيحصل. كل ده انا لسه ما شفتش، انا بتصور بس، حد بيصورني، لكن انا ما اعرفش ابعاد الموضوع. ده بقى منظري اول ما شفت الجرح. طبعا واضح يعني التتنيحه اللي انا فيها، تعرفكم انا حاسه بايه من جوايا. حاولت ابتسم ابتسامه صفراء كده اللي انتم شايفينها دي، ولكن طبعا انا كنت خلاص مقتنعه ان انا هعيش بعلامه في وشي طول العمر، دي استحاله تروح. طبعا خلاص بقى اقلمت نفسي نفسيا على ان خلاص انا عندي اصابه في وشي وهعيش بيها وانتهى الامر على كده، وبحاول اهو ابتسم ومقبله على الحياه، وانا طبعا من جوايا ايه يعني متضايقه جدا. دي دلوقتي تاني زيارة لدكتور باسم، دكتور باسم زكي. تاني زيارة رحت له، أنا برضو ما بين الزيارتين الجرح متغطي تماما وما عرفش إيه اللي بيحصل، بس أنا خلاص بقى مقتنعة من جوايا إن خلاص أنا سارة معلمة في وشها، انتهى الموضوع على كده، وتقبلت ده نفسيا بصدر رحب وخلاص مسستمة نفسي عليه. طبعا كان في لسه غرز ما اتشالتش، ودلوقتي هنشيل آخر غرزة. سامحيني في الغرزة دي. طلعت كده اخر غرزه خلاص. كل ده يا جماعه انا لسه ما شفتش حاجه ومتخيله الاسوأ. طبعا انا كل ده ولا في كريمات بتتحط ولا اي حاجه، كله بالخياطه فقط لا غير. دي الخياطه اللي عملها دكتور باسم فقط، مفيش اي حاجه غير طبعا شويه ادويه ومضاد حيوي ومعرفش ايه اتاخدت، ومضاد للتورم والالتهاب والحاجات العاديه بتاعت اي اصابه يعني، ولكن مفيش اي حاجه اتعملت مباشره على الجرح ولا كريم ولا اي حاجه اتحطوا. وزي ما انتم شايفين يعني مفيش حاجه، الموضوع كله خلص. فيعني
مش عارفة أقول إيه والله، بس الواحد لازم لما يلاقي حد بيعمل شغله صح يقول، بلاش نقول بس الحاجات الوحشة. فأنا مش عايزة، مش عارفة أقول إيه يعني، مش عارفة أشكره إزاي والله إنه وصلنا للنتيجة دي. هو مجرد دكتور جات له حالة، شاف شغله على أكمل وجه وبقت النتيجة كده. دكتور باسم زكي اللي هفضل طول عمري مدينة ليه بإن أنا مفيش علامة في وشي، لأن أنا طبعًا ما كنتش أحلم إن الجرح ده مش هيسيب علامة. الحمد لله طبعًا على كل شيء، وكل ده يعني أنا ما شفتش. هتشوفوا وشي دلوقتي بعد ما اشوف الابتسامه من الودن للودن. بصوا اتصورت دلوقتي صورتين كده من قريب قوي، دي الجفن مفيش علامه خالص تقريبا، وطبعا لسه هنحط شويه كريمز وحاجات الدكتور قال عليها، هتظبط بقى اي بواقي اثار يعني ممكن تكون حتى موجوده. وده الحاجب، شكرا جزيلا، تم بحمد الله وخرجنا منها بسلام. شكرا دكتور باسم زكي جدا على اللي عمله وعلى استجابته السريعه للحاله اللي جات له، على شغله اللي تم بكل كفاءه، وزي ما انتم شايفين مفيش اي علامه، واعتقد دي ابتسامة حقيقية غير خالص الابتسامة الصفراء اللي كنت ببتسمها في الأول وأنا شايلة الهم. الحمد لله وشكرا جزيلا على كل دعواتكم. بصوا أقسم بالله ده أحلى فيديو في حياتي، أحلى فيديو هعمله في حياتي. أنا النهاردة فكيت الغرز، ماشي؟ أنا بس عايزة أوريكم الفيديو ده على فكرة لأي حد في الحياة لازم يشوفه، عشان لو لا قدر الله لا قدر الله أي حد اتعرض لإصابة وحشة في وشه في حتة باينة قوي يعرف ان في ناس محترمه. احنا دايما بنشوف بوستات وفيديوهات وحوارات وقصص على البشاعات اللي بيعملوها دكاتره، بس انتوا عارفين انا يعني من مؤيدين الطاقه الايجابيه، فانا قررت انشر العكس، انشر الايجابيات اللي عملوها دكاتره. بصوا يا جماعه شايفين الحاجه اللي تكاد، انا غسله وشي بالمناسبه مفيش اي حاجه، زي مؤهلات وكل اللي انتوا بقع عادي مفيش مشاكل. طبعا انا ما كانش عندي ادنى شك ان انا هيبقى عندي ابشع علامه في اورتي اهي، دي كده الحمراء دي الحاجه البسيطه اللي لا ترى بالعين المجرده دي، انا كنت خلاص تاقلمت نفسيا على انها علامه هعيش بيها في حياتي. وهنا في جفني يعني ما اعرفش هي باينه اصلا ولا لا. هو جفني معلش وارم شويه بس يعني اتمنى انها تكون باينه. الحته دي هي الخياطه اللي في جفني، الحته دي والحته دي كلها كانت خياطه. انا النهارده لما شلنا اللزقه وبصيت في المراية أنا أقسم بالله عينيا دمعت، عشان أنا ما كانش عندي أدنى شك إن أنا خلاص عندي علامة في وشي هعيش بيها، وتقبلت ده نفسيا وسستمت نفسي وعملت لكم لايف وقعدت أقول لكم عادي هبقى مذيعة في وشها علامة، وكنت عايشة إيه خلاص إن ده عايش معايا. ف مش عارفة أحكي لكم، أنا بس كنت عايزة أوريكم على الطبيعة يعني. أنا هوريكم دلوقتي اللي حصل، هوريكم اللي حصل وانا كلمت صورة الجرح اتعمل فيه ايه، انا كلمت مين، واللي كلمته ده بالمناسبه هو ما كانش يعرفني اصلا، فهو مش عامل لي اي واجب يعني بقى ولا حاجه من على سبيل الشهره ولا اي حاجه، دكتور ما يعرفنيش ما يعرفش انا مين اصلا، فهو عمل ما يملي عليه ضميره، ودي النتيجه ان انا وشي ما فيهوش علامه. دي كده طبعا النهارده احنا لسه فاكين بقيه الغرز النهارده، فدي لسه كده مع شويه كريمات من بتاعه السكارز ولا هيبان منها حاجه اصلا ولا هتكون مرئيه لاي حد. تعالوا كده اخدكم في الموضوع ايه اللي حصل وحصل ايه وعملنا ايه، عشان لا قدر الله انتوا ولادكم واي حد تعرفوه يحصلوا بعد الشر بعد الشر بعد الشر عن اي حد بيتفرج علينا اي حاجه في وشه، يبقى عارف ان الموضوع لو تم التعامل معاه صح مش نهاية العالم خالص. هوريكم حالا دلوقتي القصة من أولها.